السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم مائدة ديال الإفطار الرمضانية خاصة بالضيوف وحتى المالين الدار. أكيد الوصفات كما العادة في المتناول وكل شيء سهل، يمكن لأي أخت تحضرهم بلا أي مساعدة وتعرض على الأحباب والأقارب هذا الشهر الفاضل. كذلك غادي نوجدوا كل شيء طري تقريبا، يعني ما غاديش نحتاجوا أننا يعني نديروا شي تحضيرات مسبقة، كل شيء سهل يمكن لنا نوجدوه في نفس النهار فاش غادي تكون عندنا العرادة ونساليو قبل من الوقت بكثير. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وانكم تستافدوا من هذه الافكار اللي غادي نعطيكم، وفرجة ممتعة. اذا غادي نبداو على بركه الله، هنا غادي نبدا اول حاجه بالعجينه ديال الفطائر او ميني بيتزا. غادي نديرهم بعجينه ديال السميده، فهنا كنبدا بها. اذا خمرات اكثر من اللازم غادي نحيد من هذاك الغاز وندخلها للثلاجه، وحتى غادي نحتاجها. غادي نحتاج لها 250 غرام ديال السميده. غادي نخلي لكم مقادير بالكاس في صندوق الوصف. كذلك 250 غرام ديال الدقيق ابيض. غادي نحتاج جوج معالق كبار ديال الحليب البودره، ملعقه صغيره ديال الملح، وغادي نحتاج ملعقه كبيره ديال السكر، كتبقى اختياريه. وندير الخميره ديال الخبز، راه ما كتبانش هنايا، درت فوقها الحليب او الحليب البودره. هنا اذا ما توفرش عندكم الحليب المجفف عوضوه بالحليب العادي، يعني جنوا العجين ديالكم بالحليب العادي. وندير خليط ما بين زيت الزيتون، زيت نباتيه، ثلث ديال الكاس ديال العنبه، وكذلك غادي نحتاجو طبعا للماء الكافي باش غادي نعجنو، ماء يكون دافي. تقريبا بالنسبه ليا خدات ليا 350 مليلتر هاد العجينه، يعني عجينه خصها تكون طريه ما تكونش قاسحه، ولكن في نفس الوقت ما تكونش جاريه. غادي نعجنها هنا في العجان الاليه كما كتشوفوا، طبعا تقدروا تعجنوا بيديكم ماشي اشكال. غادي نحاولوا ندلكوها جيدا، خصوصا ان السميده كتبغي تعجن، يعني كتبغي تدلك باش غادي تعطيني نتيجه زوينه وتعطيني واحد العجين اللي رطب. فهاد الاثناء غادي نمشي نوجد البغرير، فغادي نديرو بالفينو والفورس. هنا عندي 200 غرام ديال الدقيق ديال الفينو، 200 غرام ديال الدقيق ابيض او الفورس. غادي نحتاج ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وملعقه كبيره ديال الملح، وطبعا الماء باش غادي نعجن او نخلط هاد البغرير هذا. فهذه هي الوصفه المعتمده عندي من سنوات، ما كنبدلوش، كندير يعني هاد الطريقه هادي، ما كنستعملش فيه الخماره ديال الحلوه، ولكن مع ذلك كيجي متقب وكيجي زوين. بالنسبه للماء كنستعملو هنا غير خلاط يدوي، تقدروا ديروا الخلاط الكهربائي. غنبقى نضيف الماء شويه بشويه، وانا كنخلط كنحصل على هاد القوام هذا، وكنبدا كنخلط هكا مزيان باش نتخلص من دوك الحبيبات، ما كيبقاش الخليط متكتل. ومن بعد كنضيف الباقي ديال الكميه ديال الماء. بالنسبه ليا انا بالضبط خدات ليا او خدا ليا الخليط 700 مللتر ديال الماء. الخليط كيكون شويه خفيف، ما يكونش ثقيل بزاف. هنا صافي، هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. غادي نغطي عليه بلاستيك غذائي وغادي نخليه حتى غادي يخمر مزيان. فهادي يعني الطريقه ديال هاد البغرير هذا، ما فيش الخماره ديال الحلوه، ضروري نخليوه حتى غادي يخمر مزيان باش غادي يعطينا نتيجه زوينه. نرجع هنا للعجينه ديالي ديال السميده، كما كتشوفوا هي دلكات، كترجع بحال هذا الشكل، ملصه ماشي جاريه، وفي نفس الوقت ماشي قاسحه. غادي نغطي عليها كذلك وغادي نخليها حتى تخمر. كيف ما قلت اذا خمرات لكم، اذا كان الجو سخون خمرات لكم، حاولوا تحيدوا من هذاك الغاز اللي تجمع فيها، ودخلوها الثلاجه حتى الوقت اللي غادي توجدوا فيه الفطائر ديالكم، ما كاين حتى شي مشكل. هنا غادي ندوز باش نحضر التحليه ديال الفلون. فغادي نحتاج هنا نصف لتر ديال الحليب، غادي نحتاج ايضا واحد الفلون ديال الفاني، وتقدروا ديروا حتى ديال الموز، وواحد الملعقه كبيره من البودره ديال الكريم باتيسير بالنكهه ديال الحامض. اذا ما توفرتش ديروا البودره ديال الكريم باتيسير العاديه باش تعطيني واحد القوام معقد، واحد النكهه زوينه في الفلون ديالي. هنا الفلون راه عندي فيه السكر، ما غاديش نضيف، اذا استعملتوا داك الصغير اللي ما فيهش السكر كتضيفوه على حسب الذوق ديالكم. هنا صافي الطريقه عاديه، كنضيف الفلون للحليب وايضا البودره ديال الكريم باتيسير، وغادي نخلط كلشي ونوضع الكسرونه فوق من النار حتى غادي يغلى ليا الخليط. كنجيب من بعد الكؤوس اللي غادي نقدم فيهم، وهنا فرغت الخليط ديالي في هاد الكاس هذا ديال المعيارات باش يسهل عليا انني نفرغه. وصافي كنخلي الفلون حتى يبرد تماما، ندخلو الثلاجه
ومن بعد غادي نشوفو كيفاش غادي نزينوه. هنا صافي العجينه ديال البغرير او الخليط ديال البغرير هو خمر، فكيولي خامر مزيان بهذا الشكل اللي كتشوفوا. غادي نبداو الان كنطيبو. في نفس الوقت راني واضعه الطماطم او المطيشه في واحد البانيو ضغطت عليه الماء سخون او طايب باش هكا كتقشر معايا بكل سهوله، وغادي نوجد بها الحرير. صافي هنا غادي نبدا كنطيب كما كتشوفوا. كنخلطوا الخليط ديال البغرير شويه باش نحيدوا منه دوك الغازات، وكنبداو كنطيبوا بشكل عادي كما كنطيبوا البغرير ديالنا دائما في مقلاه تكون غير لاصقه طبعا خاصه بالبغرير. فهذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا، يعني كيجي مثقب من جميع الجوانب. الا كنتو ما غاديش تقدموه يعني في البلاصه، ما تحمروش البغرير ديالكم بزاف باش هكا من بعد فاش تسخنوه يعني يجي هو هذاك ويعني يتحمر يعاود يتحمر. صافي انا غادي نتابع بنفس الطريقه حتى غادي نسالي. نستف البغرير ديالي فوق ماشي منديل، نخليه حتى يبرد مزيان ونجمعه حتى الوقت اللي غادي نحتاج باش نقدمه وغادي نسخنه. هنا غادي ندوز مباشره باش نوجد الحشوه ديال الرغائف. فغادي ندير حشوه ديال الخضره الكفته مع شويه ديال الشحمه كما كتشوفوا هنا. الشحمه ديال الكلاوي ديال البقري كنحكوها في الحكاكه الجهه الرقيقه، وكنستعملوا منها هنا واحد تقريبا واحد 3 ديال الملاعق كبار، مع البصله تكون مشلضه رقيقه، ودرت ايضا الفلافل الالوان فلفله خضراء وحمراء والكورجات. درت شويه ديال الزيت نباتيه وغادي نشحر هادشي كامل مع بعضياته مزيان حتى غادي ينشفوا لي هاد الخضر من الماء. النار تكون عاليه جدا كيف ما العاده. من بعد غادي نزيد الكفته او اللحم المفروم، وغادي نحاول انني نفردتو هكا في وسط من هاد الخضر. وهنا قبل ما كطيب ليا الكفته غادي نبدا نضيف التوابل. التوابل غادي نستعمل التوابل العاديه اللي كنديرو دائما، الفلفل الاسود او الابزار، الخرقوم، سكنجبير، التحميره والملحه طبعا، وما ننساش شويه ديال الهريسه. تبقى كتبقى اختياريه على حسب الناس اللي ما كيبغيوش الحرور ما يديروهاش. انا غادي ندير تقريبا حجم معلقه صغار او معلقه كبيره، وغادي نعاود نحرك حتى غادي يندمجوا لي هاد المكونات جيدا مع التوابل. هنا الحشوه ديالي صافي هي طايبه. اذا احتاجت يعني الملحه ولا احتاجت التوابل يعني كندوق وكنحسن الذوق يعني كنزيد، وغادي نطفي عليها ونخليها حتى تبرد بين ما يعني ساليت الشغلات الاخرين ورجعت عندها. غادي نرجع هنا عند العجينه ديال السميده اللي وجدناها في الاول ديال الفيديو من بعد ما خمرات. هنا كنقسمها على شكل كويرات صغيره ونحاول انني نشكلهم هكا. بغيتو تطلقوا العجينه ديالكم كامله بالدلاك وتقطعوها بالقطاعات يمكن لكم، المهم انا فضلت هذه الطريقه هذيك كيعصبوني دوك البقايا ديال العجين من كنجمعهم ونعاودو نطلقوهم. ففضلت انني نقسم العجينه هكا كويرات صغيره، وغادي نطلق كل كره من بعد بشويه ديال الفينو. تقدروا تستعملوا السميده باش تطلقوا العجين ديالكم. كنرش الفينو وكنطلق بالدلاك بهذا الشكل. هنا كما كتشوفوا من بعد ما ساليت في هاد الفطائر او هاد الميني بيتزا، ما غاديش ندهن بصلصه الطماطم، غادي ندهن بالجبن او الجبن الطري الابيض. هذا هو راه كلشي كيعرفوا. غادي ندير واحد الكميه في واحد الزلافه ونخلط مزيان باش يولي هكا رطب، وندهن به هاد العجين هذا. يعني هذه كبديل صلصه الطماطم. انا صراحه كنفضل ندهن البيتزا والفطائر بالجبن عوض صلصه الطماطم، واحد المذاق يعني كيجي فيهم واحد المذاق لذيذ بزاف. فكندير واحد الشويه وكنحاول انني ندهن هاد الدوائر كاملين ديال العجين بهذا الشكل. وطبعا تقدروا ديروا صلصه الطماطم اذا بغيتوا.
هنا كنوزع الفلافل الالوان اللي شحرتهم في شي ديال الزيت مع الملحه الابزار والبودره ديال الثوم، وكذلك البصله ما ننساش البصله، قطعت لكل مكعبات شحرتهم وكنوزعهم هكا فوق من الدوائر ديال العجين، وتقدروا ديرهم خضرين اذا بغيتوا. انا ما كنفضلش يعني نستعمل الخضر خضرين، فكنبغي نشحرهم الاول. هنا كنوزع الطون اللي كنصفيه من الزيت، كنفرتوه كما بين يديا. كذلك اذا بغيتوا ديروا الكفته او الدجاج كتبقى لكم الحريه ديال الاختيار. غادي ندخلهم يطيبوا في الفران، يكون مسخن من قبل. ملي يطيبوا غادي نطفي عليهم ونخليهم حتى الوقت ديال التقديم. عاد غادي ندير لهم الفرماج من الفوق، شويه ديال المايس باش نزينهم وشويه ديال الزعتر. منها كيبقى الفرماج معلك ومنها كيسخنوا باش نقدمهم. بالنسبه للعجينه ديال الرغايف، فانا هنا عجنتهم او عجنت العجينه وشكلتها كويرات، صغطتهم بلاستيك غذائي وخليتهم يرتاحوا واحد المده ديال نص ساعه. العجينه ديال الرغايف العاديه اللي فيها يعني الفينو شويه ديال الدقيق الفورس مع الملحه وشويه ديال السكر والماء طبعا، كندلكوها مزيان. وهنا كنبدا كنستعمل الزيت باش غادي نطلقها وباش غادي نورقها، يعني ما غاديش نستعمل الزبده. فالحشوه فيها لدام، فما نزيدوش يعني الزبده. هنا كنحاولوا اننا نطلقوا العجينه ديالنا مزيان، كما كتشوفوا راه مدلوكه ومرتاحه جيدا، بهكا كتطلق معنا بكل سهوله. هنا صافي كندهنها بواحد شويه ديال الزيت وكندير الحشوه في الوسط. الحشوه اذا بردات لكم بزاف فحاولوا ترجعوا تسخنوها غير شويه باش تطلق، يعني كتكون فيها ديك الشحمه كتقساح. هنا كندير واحد شويه في الوسط، نحاول نفرتت الى بقات هكاك الكفته باش ما تقطعش ليا العجينه، ونبدا نطوي المسمن ديالي بشكل عادي. وفي هذه المرحله او في هذه الطويه كنقلبوا باش هكاك كيجي العجين يعني مضوبل من الجهتين بجوج وما يجينيش او ما يتقطعليش فاش غادي نقرصو ونطيبو. صافي غادي نتابع بنفس الطريقه مع الكميه اللي بقات حتى غادي نسالي نتلاقاو باش نشوفو التتمه. هنا كما كتشوفوا من بعد ما ساليت، طبعا نبدا باول وحده كنبسطها شويه باستعمال ديال الزيت. فهاد الاثناء درت المقله ديالي ديال المسمن كتسخن، فانا عندي المقله يعني كبيره شويه، غادي تهز ليا ثلاثه ديال الرغايف. غادي نقرص ثلاثه ونطيبهم في نفس الوقت، وكيبقى على حسب الحجم اللي درتو في الرغايف ديالكم والمقلات ديالكم. هنا صافي المقله ديالي سخنات، رشيتها بواحد شويه ديال الزيت وغادي نبدا كنوضع فيها الرغايف. كنخليهم واحد شويه وكنقلبهم قبل ما كيتحمروا، ونبقى بحال هذا الشكل هذا كنقلب فيهم وكندورهم حتى ياخذوا اللون الذهبي، ونكمل بنفس الشكل مع الكميه اللي بقات. نرجعوا هنا عند داك الفلون من بعد ما برد. هنا حضرت سلطه ديال الفواكه، درت فيها البوبي التفاح، الموز او البنان، التوت والكيوي، وغادي يعني كنديرهم في شويه ديال العصير ديال البرتقال بلا سكر، يعني الفلون هو اصلا حلو. كنوزع كميه من سلطه الفواكه فوق من كل كاس، وصافي غادي ندخلو الثلاجه حتى الوقت ديال التقديم. هنا بالنسبه للحريره ضروريه طبعا تكون حاضره في اي مائده رمضانيه. قربت طيب، هنا كنحرك فيها، غادي نضيف عليها شويه ديال الشعريه
وغادي نحرك حتى غادي يطيب ليا الشاريه ونطفي عليها. الحريره سبق ليا وضعتها لكم في القناه، غادي نخلي لكم رابط صندوق الوصف، وان شاء الله نعاود نقدمها لكم مره اخرى في فيديو قادم. الميني بيتزا هما اللي طابوا هنا راهم باردين، يعني حتى كيف ما قلت كنخليهم حتى الوقت اللي غادي نقدمهم، وكنوزع عليهم الفرماج من الفوق. غادي ندير نزينهم ايضا بشويه ديال المايس او الذره المعلبه غير تزيين، وغادي نرش شويه ديال الزعتر من الفوق ونرجعهم للفران، النار تكون من التحت باش منها يسخنوا ومنها يذوب الفرماج. صافي بهكا كنكون ساليت، غادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الاطباق اللي حضرنا اليوم. بهكا كيكون الفيديو وصل نهاية ديالو. البغرير ديال الفينو والفورس كيجي بهذا الشكل بالخماره ديال الحلوى مثقب وكيجي خفيف بزاف. كذلك وجدت العصير ديال الليمون والجزر، وايضا نفس العصير قسمته على جوج واحد ضفت عليه الفريز وواحد خليته هكاك عادي بالليمون والخيزو. بالنسبه للفطائر كذلك يجيوا رائعين جدا، مقرمشين من برا ورطبين جدا وهشاش، اكيد غادي تجربوهم غادي يعجبوكم. والرغايف ديال الكفته والشحمه والخضر كذلك كيجيو لذاذين بزاف. بالنسبه لهذا الشنيك هذا غادي نديروا لكم فيديو مستقل باش ما يجيشكمش الفيديو طويل بزاف. وهنا عندنا طبعا الحريره اللي هي عروس المائدة ديال الإفطار الرمضانية المغربية. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال إعجابكم، ونتمنى أنكم تجربوا الوصفات وأنكم تكونوا استفدتوا ولو القليل منهم. إذا أعجبكم ما تنسوش كما العادة ديروا جيم شاركوا بالقناة وأيضا فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم، أراءكم وأيضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعة، ونتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله.